كل خمس ايام. شعرك شعرك عليك الهدف من الأسبوع ها أسبوع تربية جمالية بعددية مجلس شامس بمشاركة لجنة أولياء الأمور المركزية. بعد فترة من التفكير لقينا أنه كثير مناسب أنه نحن نشتغل على مسألة التذوق الحس الجمالي عند الأولاد وخاصة بهذا الجيل. نحن بنعرف أنه إعدادية وجيل صف 7 و8 و9، بالجيل هذا نحن رغبات الأولاد وقدراتهم ومواهبهم هي مثل النهر الجاري، فيناش نصده لكن نقدر نلاقي له البديل. فنوجدت فكرة أنه نحن كمان فنانين من أولياء أمور، فنانين من أولياء أمور الطلاب اللي هن يكونوا موجودين ومشاركين بأعمال فنية متواجدين بين الطلاب خلال الدوام الدراسي. هذا في له عدة أهداف. الهدف الأول نحن تشجيع وتنمية وتحفيز الحس الجمالي، تذوق الجمالي عند الطلاب. بالإضافة لهذا من الأهداف اللي هي موجودة هون تقوية حس الانتماء والارتباط الطلاب اتجاه مدرستهم. هدف ثالث انه وجود مكان اللي بيتمتع بجمالية حلوة اللي بيشجع الطلاب ويرفع لهم الحافزية والدافعية تبعهم للقدوم للمدرسة. بالإضافة اللي بأكد على موضوع انه تنمية قنوات الاتصال ما بين الأهل والمدرسة كشركاء حقيقيين بالعملية التربوية. هذا الأسبوع هو بداية لمشروع بموضوع التربية الجمالية. لقدام نحن فينا استمرارية. أنا بشوف وجود الطلاب ومشاركة الأهل والمعلمين وطاقم المدرسة كثير له دور بإنجاح هذا المشروع وأنه يعطي صدى حلو عند الطلاب وعند القادمين للمدرسة.